أهلا بك يا أولاد، حبايبي طلبة وطلبات الصف الأول الإعدادي. النهاردة مع بعضنا هنحل تدريبات كتاب المدرسة على الدرس الأول. كل درس نخلصه نحل مع بعضنا تدريبات بتاع كتاب المدرسة، لأن بتبقى تدريبات مهمة جدا وبيجي منها كتير من أسئلة الامتحان. مع بعضنا دي التدريبات اللي هي على الدرس الأول. أول سؤال كان بيقول يا أولاد complete the following، هتلاقوا أسئلة جميلة جدا جدا. complete أكمل العبارات الآتية: unit of volume، يعني ايه unit؟ ال measuring unit بتاع ال volume ايه؟ ها كيوبيك سنتيمتر، يبقى نكتب هنا كده كيوبيك سنتيمتر. and that of mass، ها جرام، أو ممكن نكتب جي ام، اختصار ايه؟ اختصار الجرام. طيب الدينسيتي رقم اتنين، دينسيتي از تعريف الدينسيتي يعني كثافة. دينسيتي از ها ماس اوف يونت فوليوم اوف ذا سبستانس، كتلة وحدة الحجوم من المادة. اند اتس يونت از ايه؟ واحد قياس الكثافة ها جرام بير كيوبيك سنتيمتر، صح يا ولاد؟ جرام بير ايه؟ كيوبيك سنتيمتر. تلاتة and always اللي هي السبيكة، سبيكة نقط is used in making jewels، بينما سبيكة نقط تستخدم in used in making heating coils ملفات التسخين. يا ترى سبيكة مين اللي بتستخدم في صناعة الجويلز؟ ها سبيكة القبر والجولد. طبعا هنا المكان صغير فاستأذنكم اكتبها فين، ممكن نكتبها هنا كده يا ولاد تبقوا انتوا عارفين دي تبع هنا كده قبر شرطة جولد. السبيكة دي محترمين، السبيكة دي الدكاترة هي اللي بتستخدم في صناعة ايه؟ الجويلز. بينما سبيكة نقط is used in making heating coils، المفروض هنا heating الحقيقة هو كاتبها heaters. heating coils يبقى ايه؟ ها نيكل ها كروم، نيكل ايه؟ كروم، سبيكة النيكل كروم. أتمنى تكونوا شايفينها كويس. طيب رقم أربعة، أربعة نبدأ نطلع دي كده شوية فوق عشان تبقى واضحة وأسهل. أربعة لايت بوست عواميد النور، أعمدة الإنارة. ستريتس آر أعمدة الإنارة اللي في الشوارع. آر بينتد تدهن فروم تايم تو تايم، بندهنها من حين لآخر. in order to لكي protect from عشان نحميها منين؟ ها برافو عليك، نحميها منين؟ rust صدأ and corrosion. يعني ايه corrosion؟ التآكل. حلو الكلام. خمسة substance conducts heat and electricity، مواد بتوصل حرارة وكهرباء. are like مثل، ها سهلة جدا. يلا مع بعضين ممكن نكتب اي ميتالز، ايرن كوبر المونيوم جولد سيلفر، كله ده اي معدنين اي تو ميتالز نكتبهم. بينما سبستانس which don't conduct heat or nor electricity، لا بيتوصل حرارة. اذكر لي مثالين لا بيوصلوا حرارة ولا كهرباء، سهلة جدا ها وود بلاستيك بيبر جلاس، نكتب بلاستيك خلاص يا ولاد وود. طيب كوتشن تو اكسبلين ذا فولوينج، اشرح ذا فولوينج اوبزرفيشن الملاحظات الآتية، اشرحها كأنه بيقول لك جيف ريزون، اذكر السبب. وود بيس قطعة خشب فلوت ان ووتر سيرفيس، بينما بيس اوف ليد قطعة رصاص سينك، ليه الخشب يعوم الرصاص يختص؟ ها يلا مع بعض، بيكوز ها density of wood less than density of water but density of lead ها bigger than او larger than او higher than the density of
ووتر. طبعا مفيش مكان نكتب، ممكن استعين نكتب كده مع بعضينا. يلا قول تاني، ليه الخشب يعوم على الميه يا دكتور؟ يلا يا دكتور ها، يلا قول معايا، بيكوز الأسئلة دي جميلة وبتيجي، بيكوز وود ها، آسف يا ولد، طب نكتبها بشكل تاني، بيكوز دينسيتي، أنا نسيت أكتب دينسيتي الأول، يبقى رقم واحد الإجابة بيكوز ها دينسيتي اوف وود less than density of water. سهلة ولا صعبة؟ مكان ضيق شوية، الخط مزنوق واضح ولا لا يا ولاد؟ نقول تاني، because density of wood less than density of water and أو but ولكن ها density اوف. وبيقول بقى مين اللي بيختص؟ ليد. يعني ليد رصاص، يبقى دينسيتي اوف ليد بيجر زان دينسيتي اوف ووتر، يبقى اللي بيعوم كثافته اقل، اللي بيختص كثافته بيجر أو لارجر، أوكي؟ طب اللي بعده، أيرن رودز نوت كبر أر يوز، قضبان الحديد مش النحاس، تستخدم في البيلدينج هاوس، المباني بتاع البيوت، ها؟ لما بنيجي نصب خرسانة كده، بنصبها على حديد ولا كبر؟ طبعًا أيرن، ليه؟ بيكوز ذا هاردنس أوف أيرن مور ذان ذا هاردنس أوف كبر، لأن صلابة الحديد أقوى من صلابة إيه؟ القبر. نكتب هنا، ده رقم اتنين، قول معايا ممكن؟ يلا يا دكتور، because ها hardness of iron more than hardness اوف كبر. خلاص وسعنا الخط عشان تشوفه. يبقى ليه بنستخدم قضبان الحديد في المباني الخرسانيه؟ ها بيكوز هاردنس اوف ايرن مور ذان ذا هاردنس اوف كبر. سهله ولا صعبه؟ سهله جدا. يلا دكاتره، ثلاثه، ايس كيوب مكعب التلج تشينج انتو ليكويد ووتر، مكعب التلج بيتحول لميه سائله افتر ابيرد اوف تايم، مجرد ما حضرتك تجيب التلج وتسيبه في الهواء بعد فتره صغيره يتحول لميه. ليه؟ علشان التلج درجه انصهاره ايه؟ قليله. بيكوز ات هاز لو ميلتنج بوينت. ده السؤال رقم كام؟ ثلاثه. يبقى نكتب كده ثلاثه، بيكوز it اللي هو الايس has low melting point. يعني بقى لان التلج it دي عايده على التلج، ممكن اقول له ايس، خلاص يعني ممكن اشيل كلمه it واحط ايه؟ ايس. because ice has low melting point، يعني يا مستر low melting point درجه انصهار ايه؟ قليل. اللي بعده، الكتريشن اللي هو الراجل الكهربائي، يستخدم سكرو درايفر المفك ميد اب اوف ستيل، الكهربائي بيستخدم مفك مصنوع من الحديد الصلب ويز وودي هاند، المفك مصنوع من الحديد بس ليه يد خشب او بلاستيك. ليه؟ لان الحديد جاي لتوصيل الكهرباء بينما الخشب باد رديء توصيل الكهرباء، لان في مفكات تيست نعرف اذا كان في كهرباء ولا لا، فلازم تكون من ماده موصله للكهرباء. ها يبقى ليه الراجل الكهربائي بيستخدم سكرو درايفر المفكات
مصنوع من الستيل ايرن، بينما الايد الهاندل من الوود الخشب. وودي هاندل يعني يد خشبية. يبقى بيكوز ستيل ايرن جود كوندكتورز اوف الكتريسيتي، بات وود از باد كوندكتورز. يلا نكتبها عشان نخلص منها. رقم 4، ممكن حضرتك تتعب وتقول تاني. يلا ها، بيكوز الأسئلة دي جميلة ومهمة. بيكوز اير از جود كوندكتورز اوف الكتريسيتي. لأن الحديد جاي ده توصيل ايه؟ للكهرباء. But wood خشب is bad conductors of electricity. أتمنى تكونوا فاهمين. سهلة ولا صعبة يا ولاد؟ يعني ايه سكرو درايفر؟ مفك. مصنوع منين؟ ايرن ستيل. ليه؟ because it is good conductors of electricity. طب اليد بتاعته من الوود ليه؟ because wood is bad conductors of electricity. question 3. ها on، دي بقى مسألة جميلة من المسائل اللي بتيجي كتير في الامتحانات. on determining، في تحديد الايرن density باستخدام a piece of iron of mass، كتلة الحديد 78 جرام. The piece of immersed، قطعة الحديد immersed يعني غمرناها حطناها في 100 كوبيك سنتيمتر of water. The water level، مستوى الماء rises to 110 كوبيك سنتيمتر. Calculate iron density. هنا جايب لي ايه؟ الكتلة 78 جرام، بس مش جايب لي الفوليوم. قال لي احنا حطناها في مغبار فيه 100، فارتفع الميه لكام؟ ل 110. نرسمها كده ونشوفها مع بعض ونحلها. سهله جدا. ادي الجراديويتد سلندر يا دكتور اهو. اعتبر ان ده فيه كام؟ 100 كوبيك سنتيمتر. خلاص رحنا حطينا قطعه الحديد ها، فطبعا الميه ايه؟ هترتفع. الاول كانت 100 اصبحت كام؟ 110. وهنا الاول كانت كام؟ كانت 100. يبقى لما الماينس الاثنين من بعض يديني الفوليوم بتاع مين؟ بتاع الايرن. فبنكتبها ازاي بقى؟ ال V equal V2 minus V1. ال V دي اللي هي الفوليوم اوف ايرن. ال V2 اللي هي حجم الميه بالايرن بالحديد، وال V1 حجم الميه قبل ما نحط الحديده. يبقى بتساوي ال V2 110 - 100 equal ها 10 كيوبك سنتيمتر. يبقى كده جبنا مين؟ الفوليوم. الله، طب ما هو عاطيني الماس. الماس بكام؟ 78 جرام. يبقى اطبق القانون، هو عايز الدنسيتي. الدنسيتي بتساوي الماس على الفوليوم. يبقى 78 على 10 طلعت 7.8 ها جرام بير كيوبك سنتيمتر. سهلة ولا صعبة؟ دول ايتين. هنا قطعة الحديد كتلتها كام؟ 78. حطيناها في مغبار مدرج كان فيه كام؟ كان فيه 100 كيوبك سنتيمتر اوف ووتر. راحت قطعة الحديد دي لما حطيناها هنا طبيعي لها حجم، فالحجم بتاعها رفع الميه لكام؟ ل 110. يبقى لما نعمل ماينس نجيب له مين؟ حجم ايه؟ ال V دي بتساوي V2 minus V1. نطرح الاتنين، مش هقولها تاني بالتفاصيل عشان المكان، هتطلع بايه؟ 10 كيوبك سنتيمتر. طب هو عاطيني الماس، اقول له الدنسيتي بتساوي الماس على الفوليوم. يبقى 78 على 10 فيها 7.8 جرام بير كيوبك سنتيمتر. كده حليناها مرتين عشان لو حضرتك مش فاهم تفهم. السؤال ده بقى سهل وبسيط.
What does mean to بايدي تعريفات تراجع بقى melting point it is the temperature at which the matter begin to change from solid state to the liquid state. البويلنج درجة الغليان نفس الكلام it is the temperature at which درجة الحرارة اللي عندها the matter begin to change from liquid state to the gaseous state. آخر سؤال يا محترمين question number 4 وكده خلصنا سيرة كتاب المدرسة على الدرس الأول وكل درس هيخلص هنحله مع بعضينا ومحدش يستهتر بأسئلة كتاب المدرسة أسئلة very very important مهمة جدا. يلا يا دكتور select the best answer اختار أفضل إجابة. إيه اللي هي choose the color probability خاصية اللون is distinguishing factor عامل مميز يعني بستخدم خاصية اللون للتمييز بين مين ومين. يلا ها على طول iron و gold دليل لون ودليل لون. ما ينفعش اقول flower و table salt الاتنين ابيض. ما ينفعش اقول oxygen و carbon dioxide الاتنين ما لهمش لون. اتنين smell خاصية السميل الريحة distinguishing factor عامل مميز بين مين ومين. ها يلا حل على طول perfume فينيجر يبقى اختار دي. تلات التيست التذوق استخدامه للتمييز بين مين ومين واضحة زي الشمس ميلك اند هاني هاني اللي هو العسل واللبن ينفع استخدامها للتمييز بين الوضو والبلاستيك هندوق الخشب والبلاستيك السيلفر والجولد السيلفر ليه طعم والذهب ليه طعم مستحيل. اربعة The probability of electric conduction خاصية التوصيل الكهربي is distinguishing factor عامل مميز بين مين ومين. لما يقول لي electric conduction توصيل الكهربي يبقى لازم أنا اختار مادتين مادة بتوصل ومادة ما بتوصلش. ما ينفعش استخدم اختار مادتين الاتنين بيوصلوا كهرباء ده أنا عايز أميز بين مادتين عن طريق التوصيل الكهربي يبقى أختار مادتين مادة good conductors ومادة bad يبقى مين في دول؟ iron وكبر الاتنين بيوصلوا wood وبلاستيك الاتنين مش بيوصلوا iron وود ده good ده bad. حلو كلام؟ يلا آخر سؤال عشان أقول لكم باي باي أوعى تكونوا زهقتوا مني بس عشان أنتوا عيال ولاد زي العسل محترمين وأنا واثق إن أنتوا شاطرين ممتازين طالما بتحبوا مادة الساينس. يلا جميل one of your classmates احد اصدقائك has put اشترى ميدالية من السيلفر زميلك اشترى هدية من السيلفر ميدالية من السيلفر he thought اعتقد it was fake fake يعني زائفة مزيفة بايظة يعني هي من السيلفر مية مية مغشوشة يعني اوكي fake يعني زائفة يعني الميدالية دي هو اشتراها كانها من الفضة بس هو اعتقد ان هي ايه ان هي مش فضة. How can you help him ازاي تساعده to verify this suit ازاي تساعده انه يتأكد من الفكرة بتاعته هل هو صح ولا لا. نعمل ايه اول حاجة measure its mass نقيس كتلتها اتنين measure نقيس its volume يبقى نقيس كتلتها ونقيس ايه حجمها ليه علشان نقيس كثافتها measure its density من خلال القانون دي بتساوي ام على في. حلو كلام يبقى هنحسب كتلة الميدالية ونحسب حجمها طبعا بنحسب حجمها ازاي عن طريق الجراديويت السلندر نجيب مغبار مدرج فيه شوية مية بعد كده نحط الميدالية المية ترتفع نطرح على الاتنين من بعض يطلع حجم الميدالية وبعد كده نقسم الماس على الفوليوم يدي ايه الدنسيتي. اربعة نقارن الدنسيتي دي بالدنسيتي بتاعت مين بتاعت الفضة معروف ان الدنسيتي بتاعت الفضة
معروفة كده 10.49، ده مقدار ثابت كده، انت مش مطالب ان انت تحفظه، وغالبا ممكن يدولك في المسألة دي. يبقى 10.49 جرام بير كيوبك سنتيمتر. حلو كلام؟ فاهمين قصدي؟ يبقى نقول له بقى اف the density of silver، لو الديستي بتاعت السيلفر equal 10.49 جرام بير كيوبك سنتيمتر، so this، لذلك هذه الميدالية ميدال is not fake. خلصت القصة. لو طلعت الكثافة 10.49 جرام بير كيوبك سنتيمتر، يبقى هذه الميدالية not fake، مش زائفة، لأن كثافتها هي الكثافة الفعلية. لو الكثافة طلعت بقى more than أو less than، so this middle is fake. فاهم يا حبيبي؟ اوكي كده يبقى خلصنا يا اولاد كل ما يخص اسئلة كتاب المدرسة على الوحدة اسف على الدرس الاول. انا بتمنى من كل قلبي ليكم كل النجاح وكل التوفيق، ربنا معاكم، هو حد يخاف من السنس، مادة جميلة ولذيذة، طالما اتفرجت على الفيديو تبقى انت شخص متميز وشاطر، ربنا يوفاك وان شاء الله يبقى ليك احلى مستقبل في الدنيا، ربنا معاك، وإلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله.